بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بما هو أهم اللي يتعلق بواقع الموازنة ومشروع قانون الموازنة المعدل اللي أرسل من قبل الحكومة إلى البرلمان. بطبيعة الحال ملخص لما تتضمن الموازنة الاتحادية. الموازنة الاتحادية أظهرت عجز يقدر بمقدار 12.5 تريليون دينار و500 مليار دينار، وهو يشكل نسبة 12% من إجمالي الموازنة، وبلغ إجمالي النفقات لعام 2018 مبلغ 104 تريليون دينار مقابل مبلغ قدره 107 تريليون دينار لعام 2017، أي بنسبة انخفاض قدرها 3%. بلغت تقديرات الإيرادات لعام 2018 مبلغ 91.6 تريليون دينار مقابل مبلغ قدره 82 تريليون دينار عراقي سنة 2017، أي بنسبة زيادة قدرها 12%. بلغت أقساط الدين العام الداخلي والخارجي التي سوف تسدد في العام 2018 مبلغ 8.2 تريليون دينار عراقي. تتوقع الموازنة ازدياد في صادرات النفط لتبلغ 3.888 ألف برميل في اليوم لسنة 2018 مع اعتماد سعر 46 دولار للبرميل وبسعر صرف 1182 دينار لكل دولار. طبعا الموازنة في قناعتنا ما استوفت المستلزمات الدستورية والقانونية المنصوص عليها في الدستور، وفي مقدمتها أن الحساب الختامي لم يقدم تلبية لأحكام المادة 62 من الدستور للسنوات 2012 إلى 2017 من أجل الوقوف على نسب التنفيذ وتحديد الانحراف بالمخطط. طبعا تأخرت الموازنة في أن تصل إلى مجلس النواب، وقد نص قانون إدارة الإدارة المالية للدولة رقم 95 لسنة 2004 على تقديم مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب في 10 تشرين الأول من كل سنة، مما أدى إلى تأخر تقديمها بحدود 49 يوم، ومن ثم تقديم نسخة معدلة، الأمر الذي حال دون تأخر مناقشة الموازنة والتصويت عليها داخل مجلس النواب. أيضا لم ترسل وزارة المالية جدول النفقات السيادية الذي يوضح احتساب نسبة وحصة إقليم كردستان، وكذلك لم ترسل وزارة المالية الوثائق الملحقة بمشروع الموازنة والتي تمكن مجلس النواب من دراسة الموازنة بشكل دقيق. خلال عملية النقاش وحتى قبل القراءة الأولى لمشروع الموازنة كانت هناك اعتراضات قدمت من أطراف تم تصنيفها إلى قضايا ثلاثة استراتيجية. القضية الأولى وهو اعتراض من قبل ممثلي المحافظات المنتجة للنفط، يرون أن تلك المحافظات أن ما خصص من استحقاقات للمحافظات المنتجة للنفط ما يتناسب مع النسبة الواردة ذكرها في مشروع الموازنة لسنة 2018، ولغرض إنصافها تطالب بأن يتم تخصيص نسبة 20% من المبالغ المتحققة من زيادة الإيرادات النفطية الفعلية لتغطية استحقاقات المحافظات المنتجة للنفط، وفي مقدمتها البصرة وكركوك والمحافظات الأخرى. أيضا تطالب تلك المحافظات بتخصيص نسبة 50% من إيرادات المنافذ الحدودية للمحافظات التي لديها منافذ حدودية، شريطة أن يتم تقديم تخصيص تلك المبالغ للمشاريع الاستثمارية والخدمية في المحافظة. هناك اعتراض أيضا ثاني قدم من ممثلي المحافظات المتضررة من جراء العمليات الإرهابية فيما يتعلق بتلك المحافظات وممثليها، يرون الآتي: على الحكومة صرف الرواتب الإسمية المدخرة للموظفين المدققين من الناحية الأمنية في المحافظات والمناطق التي خضعت لسيطرة عصابات داعش الإرهابية. أيضا يرون
أن تلتزم الحكومة الاتحادية بنقل الصلاحيات الواردة في قانون رقم 21 لسنة 2018 وتعديلاته إلى محافظات العراق كافة عدا إقليم كردستان. أيضاً يرون بأن تدور تخصيصات النازحين لسنة 2016 الناجمة عن تطبيق أحكام المادة 39 من قانون الموازنة والمحفوظة بصيغة أمانات للنازحين وتضاف إلى تخصيصات السنة المالية الحالية للمحافظات والأقضية والنواحي. وكذلك يرون أن لوزير المالية دفع مستحقات التعويضات الواردة بموجب قرارات قضائية بأنه استنادا لقانون 16 لسنة 2010 وحسب المخصص في موازنة هذا العام وفي حالة عدم كفاية التخصيصات على الحكومة إصدار سندات خزينة لتلك المستحقات. أيضا يرون تخصيص مناقلة 420 مليار دينار من تخصيصات وزارة الهجرة للمبالغ المخصصة للنازحين إلى تخصيصات المحافظات والمناطق التي خضعت لسيطرة عصابات داعش، ووفق التخصيصات الموزعة لمحافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وكركوك وديالة. طبعا يطلبون أن تقوم الحكومة بمنح قروض للمواطنين الذين تعرضت مساكنهم للهدم أو الأضرار جراء سيطرة عصابات داعش الإرهابية في مناطقهم، إذا ما نظرنا إلى أيمن الموصل وإلى المناطق اللي تعرضت أيضا إلى عملية تخريب. أيضا يتمنون من خلال ملاحظاتهم تأجيل استيفاء الديون الحكومية المترتبة بذمة الفلاحين والمزارعين اللي خضعت مناطقهم لسيطرة عصابات داعش الإرهابية لمدة 3 سنوات مع عدم تحميل هذه الديون أي فوائد. وكذلك يطالبون بأن يستمر أبناء العراق الصحوات بعملهم في مسك الأرض في المحافظات، أيضا على أن تكون هناك تخصيصات وأن لا يكون هناك عملية استبدال أو إضافة لأي عنصر جديد وتقتصر الأسماء على المسجلين في دائرة نزع السلاح ودمج الميليشيات لغاية شهر حزيران 2014. طبعا إقليم كردستان وهذه القضية الثالثة وممثلي الإقليم أيضا تقدموا بملاحظات حول الموازنة، منها دفع رواتب الموظفين وزيادة تخصيصاتهم في الموازنة، ومنها تسديد مستحقات الفلاحين، ومنها إعادة النظر بنسبة حصة الإقليم المحتسبة والتي احتسبت في هذه الموازنة على أساس 12.67%. وكذلك يطالبون بإعادة النظر بالنفقات السيادية الواردة في مشروع القانون باعتبارها ازدادت عن العام الماضي وتؤثر على احتساب حصة الإقليم. بالنتيجة استلم مجلس النواب موازنة معدلة الأسبوع الماضي. هذه الموازنة لا تتضمن أي من التعديلات أو الملاحظات أو الطلبات التي تقدم بها ممثلو سواء المحافظات المتضررة أو إقليم كردستان أو المنتجة للنفط، ما خلا أن التعديلات اشتملت على بعض من المقترحات المعدلة من قبل صندوق النقد الدولي باستثناء الفقرات التي لم يؤخذ بها والمتعلقة بإقليم كردستان. كذلك تم إضافة مبلغ 2 تريليون دينار تعطي الصلاحية لمجلس الوزراء في تغطية النفقات الطارئة لسد النقص في تخصيصاتها كالرواتب وشبكة الحماية والمشاريع الاستثمارية، وهذا بطبيعة الحال أثر على انسيابية عملية النقاش وتمرير الموازنة بشكل واضح. أيضا أثيرت إشكالية وقد استمع الكل لها تتعلق بنسبة الاستقطاع من رواتب موظفي الدولة والبالغة 3.8% كما كان قد جرى عليه العمل في السنوات السابقة، وبودنا أن نوضح أمر مهم في هذا الجانب. كانت هناك مادة في موازنة 2016 تتضمن الاستقطاع، ومبرر عملية الاستقطاع هو التضامن مع الحشد الشعبي لتحرير المناطق من سيطرة داعش الإرهابي وكذلك الإغاثة للنازحين الذين
خرجوا من مناطقهم، وذلك لقلة التخصيصات المرصودة في الموازنة العامة. هذا الاستقطاع لم يتم دفع هذه المبالغ من قبل وزارة المالية للغرض الذي خصصت من أجله ووضعت في حساب سمي بالأمانات، كما لم يجري إعادة تخصيصها في موازنة سنة 2017. أصدرت وزارة المالية تعليمات في عام 2017 إلى الوزارات والدوائر كافة لتحويل هذه المبالغ الممولة في حساباتها إلى تبويب محاسبي خصص لهذا الغرض تحت مسمى أمانات النازحين وأمانات الحشد الشعبي، ليتم استقطاعها وتحويلها مباشرة إلى تلك الحسابات دون أن تدخل إلى الخزينة العامة، كونها تبرعات، وقدرت هذه المبالغ بمقدار 1.6 تريليون دينار عراقي. تلكأت العديد من الوزارات والدوائر بتسديد هذه المبالغ وعدم إرسالها إلى تلك الجهات واستخدامها في تمويلها، ووفقا لبرنامج الاسترداد الائتماني بين الحكومة وبين صندوق النقد الدولي، واللي يتطلب مجموعة من فرض حالات ضريبة على دخول الموظفين، يتطلب هذا الأمر وروده بموجب قانون ضريبة الدخل وأنظمة تصدر عن مجلس الوزراء. طبعا بعد الاطلاع على البيانات كافة وعلى عمليات الاستقطاع، بودي أن أؤشر مسألة أن توجه مجلس النواب هو انتفاء الحاجة إلى عملية استقطاع من رواتب الموظفين، وتوجه المجلس هو رفع المادة التي توجد في قانون، في مشروع قانون الموازنة لسنة 2018، والتي تتضمن عملية الاستقطاع من رواتب الموظفين، لأننا نعتقد تماما جازما أن رواتب الموظفين خط أحمر لا يمكن المساس بها، والحاجة التي دعت في سنة 2016 إلى وجود ضريبة للاستقطاع انتفت، ولا جدوى ولا ضرورة لها مطلقا، وعليه مجلس النواب لن يمضي باتجاه عملية إقرار استقطاع رواتب تتعلق بوضع الموظفين. فضلا عن هذا الجانب، هناك تركيز من قبل مجلس النواب على رواتب المتقاعدين، وعلى وجه التحديد منتسبي الأجهزة الأمنية، وهناك مقترح بهذا الخصوص راح نكون حريصين على تضمينه في قانون الموازنة، اللي هو الصرف راتب الرتبة الأعلى لمستحقيها وفق المادة 2 من قانون رقم 41 لسنة 2013 من صندوق التقاعد حسب صلاحية رئيس هيئة التقاعد. كذلك تلتزم الجهات المختصة ومنها وزارة المالية بصرف مكافأة نهاية الخدمة والإجازات المتراكمة لمنتسبي الجيش العراقي المتقاعدين الذين لم يستلموها لحد الآن بشكل أقساط. بودي أن أقول أن مجلس النواب حريص على مناقشة مشروع قانون الموازنة، وستدرج على جدول الأعمال في الجلسات القادمة، وستأخذ حظها في النقاش المستفيض كما تم التوجيه بمناقشة فنية مع السيد رئيس مجلس الوزراء، تشترك أيضا رئاسة المجلس واللجنة المالية وممثلي المحافظات سواء المنتجة للنفط أو المتضررة، وحتى ممثلي إقليم كردستان بهذا الخصوص. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية تتعلق بقانون الانتخابات. بعد إقرارنا لمشروع قانون الانتخابات وأيضا التعديلات التي جرت عليه، حصل لقاء مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في اللجنة القانونية، وتحدثوا بالآتي: أن بعض ما يتضمن مشروع أو القانون بعد المصادقة عليه، بعض ما يتضمن جوانب فنية تحتاج إلى تعديل، وكان من أبرزها أن هناك مادة تتحدث أن التصويت إلكتروني، بينما مفوضية الانتخابات تقول العدوى الفرز إلكتروني وليس التصويت الإلكتروني، وعملية إجراء التصويت إلكترونيا أمر مستحيل، أمر لا يمكن تحقيقه، فعليه
دعت المفوضية برغبة إلى إجراء توضيح أو تعديل للقانون حتى تتمكن من إجراء الانتخابات بالصورة المناسبة. كذلك هناك ملاحظة تتعلق بالتصويت الخاص وعملية التمييز بين البطاقات. كذلك هناك ملاحظة تتعلق بأن البطاقة للناخب حينما يقوم بها أوتوماتيكيا لا تكون شغالة على مدى شهر، بينما ينص القانون على عملية تسليم وتسلم، وهذا أيضا يؤثر على الوقت المتاح. فرأى مجلس النواب ضرورة إجراء تعديلات تتعلق بالجوانب الفنية لعمل المفوضية. ثم حصل أثناء تشريع القانون وبعده عدد من اللقاءات مع شرائح المجتمع ووجهات نظر متعددة، وفي ذات الوقت وجهت انتقادات إلى مجلس النواب. لا يمكن أن يكون مجلس النواب في برج عاجي بعيد كل البعد عن تطلعات وهموم ومشاكل المواطنين، فلا بد أن تكون هناك نسبة تمثيل تتجاوز الضوابط التي تم وضعها. وإحنا نحترم قرار المحكمة الاتحادية اللي قال أن مجلس النواب يضع الشروط اللازمة لأعضائه، ومن بين تلك الشروط المتعلقة بقضية الشهادة والضوابط والأسس الأخرى. ولذلك وضعت المادة التي تعطي نسبة 20% لمشاركة شخصيات لا تحمل شهادة البكالوريوس، وإنما يمكن أن تحمل شهادة الإعدادية بهذا الجانب. وما أثير بهذا الخصوص، نحن نعتقد أن عملية التمثيل يجب أن تكون شاملة، وهذا الإجراء طبيعي يدخل ضمن الصلاحيات المناطة بمجلس النواب. وحتى ما أثير بشأن الإجراءات الشكلية المتعلقة بالنصاب، نعم عدد من السادة الأعضاء خرجوا من القاعة وعدد آخر دخلوا إلى القاعة، وأمر ليس غريبا أن يحصل شك بهذا الجانب فيطلب عملية إعادة العدد الموجود. وهناك تقديرات لرئاسة المجلس، ومن لم يقتنع أو لا يقتنع أيضا عليه سبيل الطعن بالإجراءات اللي تم اتباعها. إحنا على وجه التحديد في هذه الدورة ما يقارب ما يزيد على 100 دعوة قضائية كانت قد أقيمت على مجلس النواب بين مدعي أو أقامها مجلس النواب بصفته مدعي على جملة من القضايا والإجراءات، والمحكمة الاتحادية تتخذ ما تراه مناسب، ونحترم قرارات المحكمة الاتحادية في نهاية المطاف أخذاً بالاعتبار المعايير الموضوعية والمعايير الشكلية والإجراءات في هذا الجانب. وعليه حرص مجلس النواب، وقد أشرف على نهاية هذه الدورة، أن يؤدي مهمته بشكل يليق به كمؤسسة تشريعية في بلد نظام برلماني، ومؤسسة يختار من داخلها رئيس الجمهورية والحكومة، وجرت خلال هذه السنة عملية تبديل حتى لوزراء ولحكومة وعمليات رقابة واستجواب وعدد من التشريعات الأساسية والمهمة. وقد وعدتكم أني سأستعرض مجمل ما قام بمجلس النواب على المستوى التشريعي والرقابي والتلكؤات والإخفاقات والنجاحات التي حصلت ضمن إطار مؤسسة تشريعية واجهتها ظروف ليست سهلة، وهي ليست بعيدة عن تطلعات ومشاكل الشعب العراقي بصورة عامة. هناك مسألة ثالثة أيضا بودي أن أتحدث عنها، واللي تتعلق بما يحصل اليوم من مؤتمر في دولة الكويت بشأن التضامن مع الواقع العراقي وإسناد الدول الصديقة والشقيقة بهذا الخصوص. طبعا احنا نتقدم بالشكر الجزيل الى دولة الكويت لهذه المبادرة النوعية، واللي نعتقد انها مناسبة، لان احنا اليوم في نقطة بين عملية الانتهاء من داعش عسكريا وبين حالة الاستقرار، وحالة الاستقرار تحتاج الى اعادة بنى تحتية، الى اعادة وتأهيل المناطق اللي تعرضت للإرهاب فيما حصل في أيمن الموصل وما حصل في صلاح الدين، بل حتى المحافظات التي وقع عليها عبء مواجهة داعش
وقد أصابها ضرر، الضرر شامل بصورة عامة، لكن ما نركز عليه بصورة واضحة هي المشاريع ذات الاهتمام بالبنى التحتية التي تؤهل الناس لممارسة حياتهم، التي توفر الحاجات الضرورية الأساسية. ونأمل بطبيعة الحال أن ينتهي هذا المؤتمر من خلال مشاركة من قبل العراق في مختلف المجالات إلى حالة من تعزيز العلاقة والتضامن الدولي الواسع اللي يستعيد فيه العراق عافيته، وهو قادر على ذلك بصورة عامة. طبعا هناك عدد من المسائل اللي تتعلق بالواقع السياسي وطبيعة الانتخابات القادمة، هذا الأمر معروض لما يمكن أن يثار من أسئلة بهذا الجانب. نعم. السلام عليكم سيادة الرئيس، وسام الملا من وكالة الغد بريس. سيادة الرئيس، يعني يوم أمس كما نوهت قبل قليل أنه حدث هناك شكوك في النصاب، هل سيعيد مجلس النواب التصويت على الفقرة المشكك بها؟ ولماذا مجلس النواب لم يصوت على الفقرة التي قدمتها النائبة شروق العبايتشي في موضوع؟ أنا في توجهي خلّي أقول الشخصي، نعم، المادة التي قدمت والتي قرأت في القراءة الأولى والمتعلقة بمنع من ثبت، وليس من اتهم، من ثبت عليه الفساد حتى لو كان قد شمل بقانون العفو، هذه المادة كان ينبغي أن يتم التصويت عليها، ولكن للنسخة التي وضعت من قبل اللجنة المالية كانت قد أغفلت الإشارة إلى هذا الجانب. وحتى أثناء المداخلة التي جرت في الجلسة أنا ذهبت تأييدا لضرورة إدراج هذه الفقرات التي تمنع من عودة الفاسدين، والتي تحول دون إمكانية السماح لمن سمح لنفسه أن تمتد إيده على أموال العراقيين واستغلالاً لعنوانه ومركزه الوظيفي أن يكون ممثل لهم في البرلمان القادم. وبالتالي هذا الموضوع سيناقش مع اللجنة القانونية لإيجاد المخرج اللازم لمعالجته. نعم. هل هناك اتفاقات بين الكتل السياسية للموازنة؟ وخاصة هناك معلومات أن الكتل السياسية السنية متفقة لتعديل الموازنة للمناطق المتضررة، هل هناك أي اتفاقات مع الكرد بصورة عامة ما ذكرت من ملاحظات استراتيجية احنا حريصين على انجازها. وما ينكر ان مثلا الكتلة الممثلة للمحافظات المتضررة تجد إذا لم تؤخذ بملاحظاتها، وقد أبلغتنا بشكل واضح أنها لن تساهم في عملية التصويت، كذا الحال بالنسبة للكتل الكردستانية وممثلي المحافظات المنتجة للنفط. إحنا حريصين على الآتي، أن نتم عملية النقاش هاي أولا، ثم نناقش مع السيد رئيس الوزراء، وقد أبدأ مرونة أثناء عملية النقاش بإدخال تعديلات أو إجراء أمور معينة تتناسب مع مطلب كثير من ممثلي المحافظات. أنا أعتقد أن هذا أمر لازم وضروري. إذا وصلنا إلى حد القناعة مجلس النواب سيمضي باتجاه إقرار الموازنة وبشكل سلس. نعم، تفضلوا. رئيس، أنا أميد محمد من قناة NRT. يتهمون الكتل الكردستانية هيئة الرئاسة إن هذا الإدراج بهذه النوع موازنة كما حدث في الجلسة الماضيتين أصبح حيلة قانونية، أصبح عرفا داخل مجلس النواب، لأن من الممكن أن جدول الأعمال لابد أن يدرج قبل 48 ساعة، ولكن ما يحدث حاليا داخل الجلسات ليس نظام كل الذي يحصل. يعني أنتم تعلمون في نهاية هذه الدورة واحدة من المشاكل اللي تواجهنا اكتمال النصاب، وأنا أعذر الحقيقة السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب بطبيعة الأعباء والالتزامات الملقاة على عاتقهم داخل اللجان أو عمليات الاستجواب أو متابعة أمور أخرى، لكن بالنتيجة تأثر على انسيابية الجلسة العامة. فالذي يحصل أن النصاب يكتمل، ثم أطلب من المجلس إذا وافق على إضافة فقرة تحصل الموافقة على إضافتها، وهذا قرار المجلس،
وهذا ما حصل بالنسبة للموازنة. اثنين، لا ينبغي ضمن السياق المعمول عندنا أن يأتي إلى مجلس النواب مشروع قانون لا يمكن قراءة القراءة الأولى حتى لو كانت هناك اعتراضات. يقرأ القراءة الأولى وهذا أمر طبيعي، ولا يعطل دور مجلس النواب حتى لو أن مشروع القانون يخالف مزاج طرف معين وهو طرف مهم. احنا ما واصلين إلى مرحلة التصويت، لما نوصل لمرحلة التصويت تصير اتفاقات سياسية، تصير مقاطعة، تصير عملية وئام بين الجميع، بس ما وصلنا لحد الآن. هل هذا يمنع من النقاش؟ يجب أن نناقش وأن نبدي آرائنا وتصوراتنا واعتراضاتنا على مشروع القانون، وبعد ذلك سيكون مشروع القانون جاهز للتصويت إذا ما وجدنا أنه ملائم للجميع. نعم. السلام عليكم سيادة الرئيس، حيدر نصرة قناة النجباء. يعني سؤالي بخصوص مؤتمر إعادة إعمار العراق، يعني هناك مخاوف من بعض الشركات الاستثمارية أو الدول المانحة من ذهاب هذه الأموال إلى جيوب الفاسدين. أنتم كسلطة تشريعية ورقابية، يعني هل لديكم خطة لحماية هذه الأموال من الهدر؟ شكرا على هذا السؤال. أولا، مجلس النواب يعني ساهم من خلال رؤساء لجان 4 في هذا المؤتمر، وإحنا راح نتابع ونراقب أيضا ما يمكن أن تؤول إليه النتائج. وأنا في قناعتي التركيز على المشاريع الاستثمارية اليوم قد لا يكون ضمن الأولويات التي يمكن أن يحظى بها مؤتمر كمؤتمر المانحين، وإنما يركز على الجوانب اللي توفر حاجات ضرورية وأساسية. وطبعا دعوتنا أن تكون الأطراف المشاركة المحلية أو الدولية هي فعلا جادة وحريصة ولديها برامج مقنعة في عملية إعادة التأهيل، بدلا من أن تستثمر هذه الأموال بطريق أو بآخر لا يكون معلوم للكل. وهذه واحدة من المسائل اللي راح نوليها اهتمام كبير. نعم، تفضل وجنابكم. نعم، شكرا على الفرصة. سيد الرئيس، أنا سوران كاميرا من قناة K24. سؤالي بخصوص الموازنة في إقليم كردستان. تفضل. سيد الرئيس، موضوع الموازنة يعني نسبة الإقليم يبقى كما هو في مشروع موازنة أم سيزداد؟ وهناك بعض من النواب يتحدثون عن ضغوطات دولية على العراق وخاصة صندوق النقد الدولي، هل هذه الأقاويل صحيحة؟ يعني الحديث طبعا هذا لا زال النقاش جاري بشأنه فيما يتعلق بنسبة الإقليم بشكل واضح. وطبعا أثناء اللقاءات مع صندوق النقد الدولي كان قد أشار إلى جملة من اللوازم والاحتياطات الضرورية أن تتضمنها مشروع قانون الموازنة. إحنا هم حريصين على أن يكون مشروع الموازنة بطبيعة الحال يتماشى مع المعايير الدولية والأسس، لكن بالنهاية إحنا اللي نقرر طريقة التعاطي مع سكان المحافظات. العدالة هي أساس، وتم اتباع منهج معين بهذا الجانب من قبل يعني الحكومة من خلال إرسالها، لكن لحد الآن لم يحسم الموضوع، وأنا أتمنى أن لا يكون هناك جدل يطول يمكن أن يعوق عملية إقرار الموازنة. نعم، تفضل. السلام عليكم سيادة الرئيس، يعني هل تنتظرون يعني خطوة أو إجراءات أخرى لإيقاف الاستقطاعات من رواتب الموظفين، أم تعتبر هذه إجراءات نهائية أو ملزمة؟ لا، هو الإجراءات الطبيعية أن اللجنة المالية أيضا يوم أمس تحدثت بشكل واضح، وحين يقدم المشروع للتصويت لن يتضمن هذه الفقرة. نعم، شكرا، تفضل. سيادة الرئيس، حيدر كاظم من قناة آسيا، تحدثتم عن إمكانية طعن من اعترض على آلية التصويت على التعديل الثاني لقانون الانتخابات، لكن هناك مشكلة ووقت ضيق جدا للمفوضية. يوم الخميس سيتم إنهاء كل المرشحين، فإذا كان هناك اعتراض على قضية الشهادة أو قضية قانون ما يتعلق بقانون العفو من التهمة بالفساد، كيف سيكون؟ أكو سوابق عديدة بهذا الجانب، يعني تدري قرارات المحكمة تسري ولها أثر بصورة عامة. أنا ما أريد أدخل بجوانب القضائية، أنا دا أتحدث عن إجراء تم اتباعه داخل مجلس
النواب وفي قناعة المجلس أنه مضى، فإذا وجد من وجد أن هناك جانب من جوانب الطعن المحكمة الاتحادية موجودة. السلام عليكم، شيماء رشيد من جريدة الصباح. دكتور، هل ستمرر الموازنة بالأغلبية في حال لم يتم التوافق مع احنا حريصين على حالة التوافق، خصوصا يعني كل السنوات الماضية في هذه الدورة احنا كنا نقر الموازنة قبل بداية العام الجديد ما عدا هذه السنة بسبب التلكؤات اللي ذكرتها لكم، فاحنا حريصين على حالة التوافق. نعم، تفضلوا. السلام عليكم سيادة الرئيس، كرر عظيم من قناة العهد الفضائية. اتهمتم كهيئة رئاسة بتعطيل وتسويب بعض الاستجوابات رغم استيفاء جميع الشروط والطلبات، وبعض هذه الاستجوابات استكملت لكن لم يتم التصويت عليها، وأبرز الحالات هو وزير الاتصالات لم يتم التصويت حتى اليوم على القناعة من عدمها رغم مرور أكثر من شهرين. كيف يمكن الرد على أولاً بشكل جازم؟ أنتم تابعتوا الجداول الأعمال اللي وضعت فيها قضية القناعة، المجلس تعطل 3 جلسات متتالية ما اكتمل النصاب بسبب تضمن لفقرات ما توافق مثلاً مزاج كتل سياسية. مو أنا حريص على انسيابية العمل، وهذا الموضوع ما غايبين عنه وسيكون في الجلسات القادمة، بس الحقيقة أيضاً الإشكالية السياسية وضرورة مراعاة دور مجلس النواب وعمله في إنجاز التشريعات، هذا بالنسبة أنه يحظى بالأهمية الأكبر، وعليه ما يتعلق بالقناعة للوزراء المستجوبين ستدرج على جدول الأعمال. تفضل. السلام عليكم دولة الرئيس، محمد عواد من قناة آسيا الإخبارية. يعني فيما يتعلق بأزمة المياه الأخيرة، يعني اليوم سمعنا أخبار أن مجرى نهر دجلة توقف بشكل كامل في المحافظات الجنوبية تحديدا في ميسان، بالتالي البرلمان هل لديه تحرك بالتنسيق مع الحكومة؟ احنا اولا صحيح استضافينا السيد وزير الموارد المائية وايضا كلفنا لجنة الزراعة والمياه والأهوار بمتابعة هذا الموضوع، وهو موضوع يستوجب منا اهتمام كبير وواسع، وبنفس الوقت مقدار من العلاقة مع الدول الجوار فيما يتعلق بالوضع المائي بصورة عامة، وبالتالي الآن بالنسبة لمجلس النواب يولي هذا الموضوع اهتمامه، ولجنة الزراعة والمياه لديها جلسة قائمة الآن تتعلق بمناقشة السبل اللي يمكن أن ينتهجها مجلس النواب أو الحكومة في سبيل معالجة أزمة المياه. نعم، شكرا. آخر سؤال. شكرا سيادة الرئيس. ليث جوامير من قناة آر تي عربية. يوم أمس وتحديدا في هذه المنصة أكثر من نائب اتهم رئيس البرلمان عفوا بأنه عقد جلسة بدون نصاب مكتمل، ومرر تعديل قانون انتخابات مجلس النواب أيضا بنصاب غير مكتمل، كيف ترد؟ تفضل. ردت عليكم الآن. أولا أتحدث بشكل صحيح وصريح، المجلس لا يمكن أن يعقد جلسته من دون نصاب. لم يعترض أحد من السادة النواب حينما ابتدأت الجلسة وطلبت ممن يقرأ بالفقرة الأولى قراءة القرآن الكريم، وطلبت من المجلس عملية التصويت على إضافة جدول أعمال الجلسة رقم 11 إلى جدول أعمال الجلسة رقم 12، وقد تم التصويت على ذلك دون ما اعتراض، وهذا يؤشر أن الجلسة عقدت بشكل صحيح. الأمر الثاني، انسيابية العمل في التصويتات على النصوص والمواد اللي تضمنها قانون تعديل قانون الانتخابات وما تحدثت به اللجنة القانونية، كل مادة كانت تعرض للتصويت. مو أمر غريب أن يعترض نائب مشككاً، ليست المرة الأولى بل العشرات من المرات يتم التشكيك بالنصاب ويتم التشكيك ويتم إعادة النصاب ويكلف السيد المقرر ويكلف السادة الموظفين بعملية العد، وقد جرى ذلك يوم أمس وقناعتنا أن النصاب كان موجود، وأعطينا صلاحية من يعتقد أنه ليس كذلك أن يعترض بالطريق القانوني والطريق
القضائي. هذا الأمر طبيعي ما يتعلق بنا، جرى الأمر بشكل طبيعي، ونعتقد أن السياق القانوني أخذ كافة الأبعاد اللي تأهل لعملية إقرار القانون. شكرا جزيلا.